تعالوا معي جيب الشاي معك زين زين ابي على وينها زد رصيدك جاي يعيد الذكريات نقول ان شاء الله هناك تبدو الحين شلونكم يا شباب؟ عساكم طيبين عساكم طيب معي ظروف وعليكم ظروف ترى معي ظروف وعليكم ظروف هيا بنا يا شباب يلا يلا توكلنا على الله مرحبا يا حسن وجودك والشاي احرقني كيف الحال؟ لا لك عساك بخير شلونكم طيبين امطار وخير يا الله لك الحمد اكيد لانك جيت القريه جابت زخات المطر ايه وش يعني لك المطر يا حسن؟ كل شيء ها؟ المطر كل شيء شلون كل شيء؟ المطر راحه نفسيه اكبر دليل انك اذا شفت المطر جاء تبتسم يا سلام اي والله السحاب يبكي واحنا نتبسم شفت كيف؟ لا والله احنا نبكي بعد مع السحاب كيف تبكي؟ نبكي من الفرحه من الفرحه الله جعل فيه العافيه حياكم الله يا شباب يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا تبقى الله يبقيك الله يبقيك مدير البنك انت واشكالك بكره يا راكان بدخل نفسك كذا متسابقين جدا الله شفت كيف بتقول كذا انت واشكالك حركات اجلس يا طالب بكون مقدم تفضل استريح يا حسن هلو شباب عيال من اللي الله يبقيكم من اللي يعاوني وعليكم امر يعطيني طاوله بس طاوله وعليكم امر يا مرحبا يا مرحبا بسم الله عليك بسم الله عليك والله الطاوله ثقيله يا لا 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 تطيح الطاوله لا 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 ايديكم ايديكم لا 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 الطاوله ثقيله الله يبقيك طاوله ها جيبه مرحبا ومسهلا ما انت بجايبه بصرك الله لا يهينك اي فلوس هذه كم هذه تفضل سكر فلون ساك طيب ساك بخير قولوا لي صحه يا شباب على قلبك يا حبيب قلبي انا ما اعرف اقدم وانا جالس صراحه ها لا مو ما ينفع اكتملتوا يا شباب اول شيء الله يمسيكم بالخير جميعا وشلونكم عساكم طيبين عساكم بخير وش الشعلله هذه يا شباب وش الشعلله هذه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله يا مرحبا ومسهلا لا في تويتر لا في غيره لا 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 ما شاء الله تبارك الله الله يوفقكم قولوا امين حلو امك وانا انتظر منكم المزيد ان شاء الله وحركات الاقتصاد والدراهم وهذه ترى هذه بتدهوركم يا شباب ليه وشلونكم والله بخير عساكم بخير امسي عليكم بالخير حبيبنا وين كاميرتي هذه افل وين يمين هذه الله ويلكم باك امسي عليكم بالخير مشاهدينا الكرام أبائنا أمهاتنا أخواننا أخواتنا مرحبا بكم الله ومسهلا في فقرتنا وفقرتكم اللي هي البنك ومعكم مدير البنك شخصيا راكان بملهي رحب فيكم ورحب يا صقر يا مرحبا ومسهلا وإن شاء الله أنكم تستمتعون معنا ومع الشباب واليوم يوم مختلف جدا يا شباب صقر شلونك عساك بخير عساك طيب وعمرك الله يعافيك كلكم موجودين طيب شباب صقر مساعد مايكاتكم طافيه شباب شيكوا على مايكاتكم يا شباب عشان نبدا طيب كلكم موجودين ولا باقي احد يا ابو فمين ومن معه يا ابو فمين وحاتم تعالوا طبعا مثل ما انتم عارفين يا شباب ابى استعرض ارصدتكم ولا تشملها الشراء اللي من برا للمتاجر ممتاز وراح تعرفون الاسباب اليومين القادمة بتقولها لكم يقولها لكم الإدارة ممتاز الشيء الثاني بيكون معنا إيش بيكون معنا إيش بيكون معنا كروت الحظ وكروت الحظ مختلفة المرة هذه فيها رصيد 500 ريال هذا ممكن يعيشك أسبوع كامل صح ولا لا وفيها رصيد 300 ريال وفيها أيضا مكالمة مجانية وفيها أيضا كبير السوق وفيها أيضا ريال